مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ليزي هورس ريس؟ ما هي ميزات ليزي هورس ريس؟ ما هو ليزي هورس ريس؟ هو عالم سباقات خيول متقلب يتصل بفريق سباق حقيقي عبر عضوية النادي في سلسلة كرونوس. هذا المشروع هو الأول من نوعه. يتكون النظام البيئي لشركة ليزي هورس من أجزاء متعددة تساهم في تحقيق الأهداف العامة. ما هي ميزات ليزي هورس ريس؟ تتصل هذه الأصول في ليزي هورس ريس كلاب، وهي لعبة ميتافيرس لكسب منصة ألعاب يمكن لمالكي ليزي هورس NFT الوصول إليها. يتم استخدام الرمز في اللعبة للدخول في سباقات الرهانات والحصول على ترقيات. رمز LHRC هو الرمز المميز داخل اللعبة المستخدم داخل ليزي هورس ميتافيرس، بالإضافة إلى كسب LHRC كجزء من بيئة الألعاب. تم تعيين LHRC لإيواء المجمعات والمزارع الخاصة بها للمساعدة في تنمية النظام البيئي وحاملي المكافآت ومقدمي السيولة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.